بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج دورك في الحياة، كما نرحب أيضا بالأخوة المشاركين معنا في حلقة هذا اليوم. أهلا شباب. طبعا تحدثنا في الحلقة الماضية عن كيف يكون الشخص يحدد له أهداف طموحة جدا في كافة مجالات الحياة، وأيضا أوضحنا بأن لكي نكون على علم بتحديد الأهداف وضعنا عدة شروط لكتابة الهدف، وقلنا يجب أن يكون الهدف محدد وليست عام، واجب أن يكون قابل للقياس بالكمية أو بالسعر أو مزمن بفترة محددة. ايش ايضا؟ قابل للتحقيق، ليست خيالي. تمام. لذلك هذه الشروط، نأخذ مثال شباب عن هذا في أي مجال، نأخذ أي هدف في أي مجال، مثلا حفظ جزء من القرآن الكريم خلال عام 2020. افتراضا كم؟ جزئين، ثلاثة، أربعة، بحسب استطاعة من الشخص. هل هذا هدف واضح؟ نعم. هدف محدد اللي هو كم؟ جزئين، قابل للقياس، وأيضا مزمن بفترة معينة خلال عام، وأيضا قابل للتحقيق متى ما وجدت الإرادة والقدرة على التنفيذ. كذلك أيضا حددنا بأن على الإنسان أن يحدد له 100 هدف شامل كافة المجالات في هذه الحياة، ثم بعد ذلك يقوم بتحديد ما هو الأهم وما هو المهم من هذه الأهداف، بحيث يقوم بترتيبها وتسلسلها. كذلك حددنا بأن على الإنسان يقوم بتقييم، بعد أن يقوم بتحديد أهداف وخطة وتنفيذ، يقوم بتقييم العمل الذي قام به نهاية مثلا كل أسبوع، بحيث أنه يستطيع أن يجد الاختلالات التي لم يستطع من خلالها تنفيذ تحقيق هذا الهدف أو المهام التي كان قد خطط لها سابقا. واضح شباب؟ واضح. كويس. أعزائي المشاهدين، في حلقة هذا اليوم سوف نتطرق أيضا عن كيف باستطاعتنا أن نحدد 100 هدف هذا في مجالات الحياة. ولكن قبل أن نخوض في هذا الموضوع نشاهد مع بعض الاستطلاع الذي تم إعداده، ثم نعود لمواصلة حلقتنا لهذا اليوم. والله نحن خططنا إن شاء الله تكون يعني في أولادنا، يعني في مستقبل أولادنا، يعني كيف يعني نبني مستقبل أولادنا، كيف نعلمهم، كيف ندرسهم، كيف نخرجهم يعني ناس للمجتمع يعني بشكل جيد بشكل ممتاز، يعني من خلال تدريسهم، من خلال تثقيفهم، من خلال تعليمهم. ولا يمنع أن الإنسان يكون خطة، مثلا عنده خطة مالية سواء كان أو خطة غير المالية، أن يكون عنده بيت مثلا يفكر في تخطيط بيت معين ويبني لأسرته ولو لأولاده في المستقبل هذا. ولكننا أشوف أن الخطة هي أو المفروض أن يكون الإنسان خطته في كيف يفكر أنه يعني
بمعنى يقدم للمجتمع يعني عائلة صالحة أو ولد صالح أو بنت صالحة تفيد المجتمع، وهذا أعتقد أنه بيكون شيء كبير بالنسبة للمجتمع. يعني أنا مهندس مدني، وعندنا خطط يومية وخطط شهرية وننفذها، يعني خطة عامة، خطة في مشاريعنا، وعندنا خطط شخصية اللي هي كيف يعني كيف نوزع ما نكتسبه من أموال، وكيف نوزع أوقاتنا، كيف نقضي أيامنا، كيف نقضي الإجازات. هذه خططنا. خطط كثيرة، أي خطة. الآن أنت مثلنا عندك مشروع، ولو مشروع صغير يعني كمشروع بقالة، مشروع محطة، مشروع يعني استثمار. فأنا بالنسبة لي أنا يعني عندي مشاريع كثير والحمد لله تنفذت. يعني نعم، عندي محطة، عندي بقالة، ماشي الحمد لله. أعزائي المشاهدين، بعد أن شاهدنا الاستطلاع الذي تم إعداده حول حلقتنا لهذه اليوم، نبدأ كيف بإمكاننا أن نقوم بتحديد 100 هدف في حياتنا من خلال المجالات التي تم تحديدها في حياتنا اليومية. طبعا من المعروف أن أي هدف بيكون في إطار الشباب 8 المجالات أو 8 جوانب الخاصة بحياة الإنسان، اللي هي يا أما جانب روحاني أو جانب صحي أو جانب شخصي أو أسري أو اجتماعي أو مهني أو ترفيهي أو الجانب المالي. لذلك فهذه المجالات علشان أنت تصل إلى ما يقارب 100 هدف، تسأل نفسك عدد من الأسئلة وتجيب على إيش؟ على هذه الأسئلة. من خلال إجابتك على كافة الأسئلة تقدر أن تحدد كم بيقارب 100 هدف يزيد أو ينقص، ليس هناك أي إشكالية. بنأخذ عدد من الأسئلة التي تقرب لنا الفكرة في هذا الجانب. السؤال الأول: كيف أريد أن تكون علاقتي مع الله، وما هي الصورة المثالية؟ يعني تسأل نفسك كيف تكون علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا تحدد ما هي الصورة المثالية في الجانب إيش؟ الروحاني. السؤال كيف، واضح أنك تحدد إيش طبيعة العلاقة التي تكون فيها. كذلك سؤال آخر: كم أريد أن أحفظ من القرآن الكريم، كم أريد أن أحفظ من القرآن الكريم وكذلك من الأحاديث إيش النبوية. شباب، السؤال هنا كعامة وليست لسنة أو شهر أو يوم. كم تريد أن تحفظ من القرآن؟ افتراضا إجابتك إيش؟ أن أختم القرآن كامل وأن أحفظ مثلا 1000 حديث كهدف عام في إيش؟ في الدنيا. ثم بعدين بتاتي أهداف إيش؟ أو إجابات تفصيلية لهذا السؤال. السؤال الثالث: ما الصفات الشخصية التي أريد أن أتحلى بها؟ ما الصفات الشخصية التي أريد أن أتحلى بها، وما السلوكيات التي أريد التخلص منها؟ يعني إجابتك على هذا السؤال بيحدد هل الصفات الموجودة فيك حاليا نفس الصفات التي أنت ترغب فيها أم إيش تختلف، وتوجد فيك صفات سلبية أيضا، كيف تتخلص من هذه الصفات. مثلا صفات سلبية أني دائما مثلا أغضب بمجرد أي سلوك معين، صفات سلبية. إذن كيف التخلص منها؟ بتعود للخطوات المطلوبة منك علشان تقلل من هذه الصفة إيش أو تنهي هذه الصفة السلبية. سؤال آخر: ما هي التجارب التي أرغب في تجربتها، وما هي مثلا الدول التي أريد أن أسافر إليها؟ خطة عامة ولكن تحقيقها إيش يتغير. ما هي الرياضات التي أريد تجربتها أو أمارسها، وما هي المهارات التي أرغب في تعلمها؟ هذا مجرد أسئلة عامة تجيب عليها، ممكن تطلع لك كراسة كاملة، تطلع لك عدد من الصفحات، ولكن يجب أن تجلس وتحدد هذه الإجابات على هذه الأسئلة. ما الكتب التي أريد تأليفها أو قراءتها،
إذا كنت من الباحثين ممكن تقول هل أنا أريد تأليف كتاب في الجانب الروحاني، أريد تأليف كتاب في جانب الحاسوب، أريد تأليف كتاب عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أريد تأليف كتاب عن أهم الرياضات والألعاب الشعبية التي يجب على كل فرد تنفيذها، ما هي المواهب التي أريد أن أتعلمها أو أمارسها، كذلك ما المشاريع الخيرية أو التجارية التي أريد إقامتها وإنشائها، سؤال، ما البرامج سواء تلفزيونية إذاعية التي تريد أن تقوم بتقديمها، منهم فريق أحلامي وما هي صفاتهم، يعني من هم الذين تريد أن يكونوا معك مرافقين في هذه الدنيا، وما هي الصفات فيها، 1، 2، 3، وتحدد بالتفصيل شباب، يعني تكتب سواء إذا هم لديك معروفين بالأسماء أو إنهم مجهولين، ولكن الصفات فيهم 1 أن يكون حسن الخلق، 2 أن يكون لديه خلفية في الجانب المالي، صفات تحددها أنت وتبحث عن منهم هؤلاء الأشخاص في هذه المجتمع. كيف هي صفات أصدقائي الذين أرغب بمصادقتهم، وكم صديق أريد؟ أيضا المصاحبة وأصدقائك منهم، وكم تريد؟ 100 صديق، 200، 1000 صديق، تحدد. وما هي صفاتهم؟ كم من المعارف أرغب أن يعرفوني، وكم أريد أن أعرفهم، يعني كم أريد أن أعرف أشخاص أو منهم الأشخاص الذين نتعرف عليهم، من هي الشخصيات التي أرغب في مقابلتها في حياتي، ومن تريد أن تتعلم على أيديهم؟ افتراض أن أنت معجب بشخصية معينة ولكن هذه الشخصية لم تتعرف عليها بعد، تكتب هذه الشخصيات التي تريد مقابلتها والتعرف عليها سواء في بلدك موجود في بلد آخر، ولكن تحقيق هذا الهدف متى؟ فيما بعد، ولكن أهم شيء أنك أجبت على هذا السؤال أو حددت ما هو المطلوب في حياتك. كم كتاب أريد أن أقرأ ولمن وعن ماذا؟ يعني الكتب التي تريد تقرأها كم منها وفي أي مجال ومن المؤلفين إذا كنت تعرفهم؟ ما هي المتعة التي أرغب في تكرارها، وكيف ستكافئ نفسك؟ يعني الجانب شباب، جانب الترفيه، تكتب لك حتى 100 لعبة، 100 جانب ترفيه، وتسجلهم كامل، وتختار الطريقة أو اللعبة أو الترفيه المناسب في الوقت ولكن قد حددت من قبل ما هي جوانب الترفيه التي ممكن أرفه فيها عن نفسي، وما هي التي لا أريد الخوض فيها. كذلك شباب، ما هي القرارات التي سأتخذها الآن أو مستقبلا؟ هل في قرارات الآن مفروض أن تتخذها أو في المستقبل تريد اتخاذها؟ تحددها. ما القضايا التي أريد أن تتبناها؟ يعني في مشاكل في المجتمع موجودة، وفي هل عندك الاستطاعة في بعض قضايا أن تتبنى هذه القضايا وتقوم بحلها أو تساهم في حل هذه القضايا أم لا؟ كذلك أيضا، ما هي الوظائف التي أريد أن أتنقل فيها، وما هو خط سير حياتي؟ شباب، حد فكر منكم أن يكون مدير، أن يكون وزير، أن يكون رئيس، أن يكون إمام علم؟ واضح؟ تحط هذه ما هي الوظائف التي تريد الوصول إليها. ما الحلم الذي طالما حلمت به، وما الأحلام التي لم أحلم بها؟ هل في رأسك أحلام موجودة؟ سجلها. وما هي الأحلام التي لم تكن موجودة في عقلي إلى يومنا هذا؟ ماذا أريد أن أمتلك؟ ماذا تريد أن تمتلك في هذه الدنيا؟ تمام؟ ماذا تريد أن يصبح عليه الآخرين؟ وماذا أيضا، أو ما هي الحاجة التي أنت بحاجة لسدها؟ هل في حاجات لازالت أنت بحاجة لها ولكن لازالت لم تستطع أن تسد هذه حاجتك؟
ما القيم التي ستغرسها في أبنائك؟ جانا بيش الآن؟ أبناء، وهو دورك كأب. ما هي القيم التي تريد غرسها في أبنائك؟ تسجلها. وما هي القيم التي ستنشرها في العالم أجمع؟ تمام؟ لو كان لديك كل المال الكافي بماذا ستستخدمه؟ يعني معك أموال كافية، فكرت ماذا أو كيف تقوم بإنفاق هذا المال، أو على ماذا ستنفق هذا إيش الأموال التي تمتلكها؟ ما الأمور التي عليك إنجازها وإنهائها حالا؟ يعني في أشياء يجب أن تنجزها في هذا السنة أو في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر، ما هي؟ تمام؟ وما هي المشكلات التي تريد التخلص منها بأسرع وقت؟ كل منا يا شباب وكذلك الأخوة المشاهدين معنا في موجودة مشاكل حالية، ما هي المشاكل التي يجب أن تتخلص عليها حالا، تتخلص منها إيش بأسرع وقت، تحددها. لكن في مشاكل موجودة ترافقنا في حياتنا لكن مجمدة، أو حلها بغالة وقت، أو حلها يحتاج إيش فترة من الزمن، أو إنها هي بتنتهي مع مرور إيش الزمن. كذلك ما هي العلوم التي ترغب في تعلمها، وما هي الدورات التي ترغب في الدخول فيها؟ تسجل كل شيء بالتفصيل عن إيش ما تريد. أيضا ما هي الفكرة التي تريد لها أن تنتشر، وما هي التحديات المتوقعة وكيف ستحلها؟ كذلك شباب ما هي الكلمات التي ستعبر عن حبك لمن تحب؟ أحيانا الشخص يريد أن يعبر عن ما داخل نفسه لشخص آخر، لكن لا يوجد عند المصطلحات والكلمات المناسبة ليش؟ ممكن تسجل هذه الأشياء، والوقت الذي تكون أنت ترغب في الحديث مع شخص تعبر بنفس المصطلحات والكلمات والمفاهيم التي ترغب في الحديث عنها. هذا عينة من بعض الأسئلة التي تساعد في أنك تقوم بيش بتحديد 100 هدف. هذه الأسئلة هي عبارة عن خليط من جوانب إيش الحياة، جانب مالي، جانب اجتماعي، جانب شخصي، جانب مهني، جانب ترفيهي، وما عليك إلا أن تقوم بالإجابة إيش عليها. بإمكانكم زيادة الكثير من الأسئلة والتفصيل أيضا في عدد الأسئلة التي تجيبها. شباب لو تلاحظون هذا يحتاج وقت، صح والله لا. أولا صياغة الأسئلة والإجابة عليها يحتاج وقت من الزمن، يحتاج أيضا وقت مناسب، وقت تنعزل فيه تماما عن المجتمع حتى يذكر بعض علماء التنمية البشرية يقولك على لأجل أن نعد حياة شخص نأخذهم في تفرغ كامل خارج بلدانهم. لاحظ يعني ممكن يأخذك إلى خارج منطقة معينة ويعطى لك مساحة وفراغ كامل حتى تقيم مدة أسبوع كافي، تنعزل عن العالم، تعد خطة متكاملة عن هذه الجوانب عن الحياة، ثم تعود فيما بعد فقط ليش للتنفيذ. ولذلك أنت بحاجة إلى أن تجلس مع نفسك وتعد هذه إيش الإجابات بحيث تصل إلى صياغة 100 الأهداف من أجل تحقيقها وفق لما ترغب أنت وتطمح في تحقيقها. بدأت الفكرة تتضح يا شباب؟ ها؟ هذه هي يسمونها إيش خطة الحياة، خطة إيش للحياة كاملة. ثم يأتي فيما بعد إعداد خطة لعام إيش واحد. يعني بعد إجابتك، بعد الإجابة على هذه الأسئلة أو غيرها من الأسئلة توصل إلى خطة إيش حياة كاملة، ثم من خلال هذه خطة الحياة تحدد إيش تحديد 100 إيش هدف بعد الإجابات على هذه الأسئلة. 100 هدف هذا
تكتب أمامهم قلنا إيش؟ مهم ومتوسط وغير إيش؟ وغير مهم. المقصود بغير مهم إيش؟ إنه هو حلم ولكن ممكن أحققه الآن، ممكن أجله ليش وقت آخر، وليس بالضرورة أن يكون. إذن أول ما تحدد الميت هذا هدف تأخذ منهم إيش؟ من هي أهداف مهمة وتقدمها في المراتب الأولى، تمام؟ ثم تأخذ منهم المتوسط وهكذا، ثم يليهم من غير المهم إلى أن توصل إلى باقي الأهداف. من خلال هذه الخطة يجيك خطة عام كامل، خطة إيش؟ عام. ثم نجزاها إلى خطة نصف سنوية، ثم إلى خطة إيش؟ شهرية، وخطة إيش؟ أسبوعية. واضح شباب؟ هذه طريقة لكيف تعد، تقوم بإعداد خطة لحياتك. ولازلنا هنا ننبه الأخوة المشاهدين معنا لحلقة هذا اليوم، إن لازلنا نحن ندور في إطار جوانب الحياة الثمانية، وكذلك في ما هو دورنا في هذه الحياة. من أجل أن نعرف ما هو دورنا في الحياة يجب أن تكون عندنا قلنا إيش أهداف طموحة، والأهداف هذه الطموحة تتجزأ إلى أهداف طويلة المدى، أهداف قصيرة المدى، وأهداف متوسطة المدى، وتسعى لتحقيقها من خلال صياغة المهام والمسؤوليات والخطوات التي يقوم بتنفيذها، سواء بشكل يومي، أسبوعي، شهري، سنوي، في حدود ما أمر الله به أو ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهي الرسالة العامة لنا في هذه الدنيا. بعد أن تقوم بإعداد هذه الخطة يجب عليك أن تقوم بعملية التقييم بشكل إيش؟ أسبوعي أو بشكل يومي، أو حتى ممكن تكون بشكل شهري أو سنوي. واضح شباب؟عزيزي المشاهد، بعد أن أعطينا لمحة عن كيف يتم صياغة الأهداف أو الطموحات لنا في مختلف مجالات الحياة، وكيف نقوم بجدولة هذه الأهداف من أهداف مهمة أو متوسطة أو أهداف غير مهمة، نأخذ بعض الأمثلة الآن معنا في كيف يكون الهدف قابل للقياس وممكن أو مزمن. بنأخذ كل جانب من مجالات الحياة وعليه عدد من إيش، وذلك لتقريب الفكرة أكثر في هذا المجال. لو أخذنا شباب الأهداف في الجانب الروحي، مثلا حفظ 4 أجزاء من القرآن الكريم و 100 حديث في عام معين، مثلا في عام 2021، هذا هدف. هدف آخر قراءة 1 صفحة من القرآن يوميا، هل هذا هدف واضح وقابل للقياس ومزمن أم لا؟ تمام؟ أيضا تأدية العمرة في شهر رمضان القادم، هذا هدف مزمن ومحدد وقابل ليش؟ للتطبيق. حضور دروس أو قراءة كتاب أو سماع شريط، أيضا هدف محدد ومزمن. صيام 3 الأيام البيض من كل شهر، هدف محدد أم لا؟ كويس، هذا أمثلة من إيش؟ في الجانب
الروحي، ممكن شباب حد بيضيف أهداف في الجانب الروحي؟ خلونا نأخذ الحلقة كنقاش في هذا الجانب. تأدية فريضة الحج يعني، تأدية فريضة الحج يعني بعد في 2022. أيوة، تأدية فريضة الحج في العام القادم محددة، تمام كويس. الالتزام بالنوافل بشكل يومي. أيوة، تأدية 12 ركعة أو الركعات ما قبل أو بعد صلاة الفريضة. تحديد مبلغ معين كصدقة نهاية كل جمعة يتصدق بها الشخص. تمام، تحديد مثلا 100 ريال كل يوم جمعة كصدقة لي في هذا الجانب. طيب، معانا في الجانب الشخصي أو الجانب إيش؟ العلمي، دخول أو أخذ أو حضور 5 دورات تدريبية أو 8 دورات تدريبية، كل دورة في مجال معين خلال عام 2020، تمام؟ بعدين تحدد ما هي أسماء الدورات وأي شهر كل دورة. تعلم مهارة ركوب الخيل مثلا، تعلم مهارة إيش؟ ركوب الخيل. كذلك تعلم الرسم، تعلم الخط، تعلم قراءة القرآن بالتجويد، تمام؟ تعلم أسلوب الإلقاء والتحدث، تعلم اللغة الإنجليزية، تعلم اللغة الفرنسية وغيرها من اللغات التي، ولكن لا تجعل الهدف مطلق، لازم تقول تعلم اللغة الإنجليزية خلال 2020 إلى 2025، تمام؟ دي محددة خلال 5 سنوات، ولكن متى وأين وكيف تحددها بحسب الجدول. مثلا التحاق في جامعة في اللغة الإنجليزية، التحاق أو الذهاب إلى دولة تتقن اللغة الإنجليزية وغيرها من طرق تعلم اللغات. كذلك هدف أن أكون متفوق في العام الدراسي الحالي، ولكن هل هذا هدف؟ لا، تحدد أنا أحقق المرتبة الثالثة مثلا أو الأولى أو الثانية أو العاشرة في المستوى الدراسي الحالي، أو تحقيق نسبة معينة. تحدد بالرقم ثم تعمل ما هي الخطوات من أجل تحقق هذا إيش الهدف. هذا في الجانب إيش الشخصي. في الجانب الصحي، المشي 3 ساعات يومياً أو أسبوعياً؟ أسبوعياً، لأن يومياً قد يكون غير قابل ليش للتطبيق، لكن عند البعض قابل. دخول نادي أو منتزه أو مركز تدريب رياضي أو الاشتراك فيه، قراءة كتاب عن الصحة، ولكن لا تنسون التحديد، قراءة كتاب من أي كتاب. إذا لم يكن معك عنوان حاول أنك تبحث عن عنوان وتكتبه في الهدف، خلال 2 شهر من العام الحالي أو خلال الشهر الحالي، تحدد بفترة زمنية ومن هو الكتاب، واضح. كذلك استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطازجة، هذا هدف، تمام شباب؟ هذا هدف من أهداف الصحية. في الجانب الاجتماعي، الحرص على الزيارات الأسبوعية للجيران مثلا، تمام؟ مثلا كل يوم جمعة عصرية مفرغ لزيارة من؟ الجيران. الاتصال كل يوم سبت بمن؟ بزملاء الدراسة مثلا، هدف في الجانب الاجتماعي. تقوية علاقاتي مع زملاء العمل، مع مسؤوليني، مع أشخاص في نفس المنطقة، لجان الحي، واضح شباب؟ هذه إيش أهداف في الجانب الاجتماعي.
التعرف على مثلا أربع شخصيات خلال الثلاثة الأشهر القادمة، منهم الشخصيات تحددهم وكيف تذهب لعندهم ومتى وأين، تحددها في تفاصيل إيش الهدف. بالنسبة لأهداف الترفيه وغيرها من الأهداف، أن تحدد قلنا حوالي 50 متعة أو 50 جانب ترفيهي تكتبهم كامل، رياضة، سباحة، مشاهدة تلفزيون، رحلات، تحدد بعدين متى تختار الجانب هذا أو ما هي المتعة المناسبة في الوقت إيش المناسب. أيضا أمثلة على جانب المالي، استقطاع 1000 ريال شهريا، هذا هدف من الراتب أو من الدخل. كفالة يتيم، واضح شباب أهداف محددة ومزمنة وقابلة للتطبيق. المشاركة في بناء مسجد أو مشاركة في بناء مدرسة في الحي أو مشاركة في بناء أي عمل آخر خيري، تمام؟ أو مثلا حفر بئر لقرية فلان ففلان، خاصة إذا أنت عندك إيش جانب مالي، ولكن في هذا الجانب تقوم بمساعدة أحد جيران المنطقة أو جيراننا في حياتهم المعيشية. طبعا حتى مش لازم أنت تكون مستمر، تقول خلال شهر، واضح؟ ممكن هذا المرة أنا بساعدهم، ولكن وضعت هدف وقوم بإيش بتنفيذه. أمثلة على الجانب الأسري أو الأهداف الأسرية، لقاء أسبوعي مع الأبناء، هدف أو نشاط. طيب لقاء أسبوعي مع العائلة كاملة، لهم الأباء والأبناء والأخوان والأخوات والأعمام والأخوال وغيرهم من العائلة كافة، واضح شباب؟ قراءة كتاب عن الحياة الزوجية، هذا إيش؟ كتاب، تحدد الهدف حقك خلال شهر مايو مثلا. السفر مع الأهل إلى المنطقة الفلانية أو رحلة، هدف وتحققه، واضح شباب؟ هذه النقاط أو أمثلة عينة من كيف تقوم بوضع أهداف لكل جانب بهذه الطريقة، ولكن كثير من الناس قاموا بكتابة الخطط وقاموا بتحديد الأهداف وقاموا برسمها وأحيانا تعليقها في البيت في المنزل، ولكن لم يتم إيش التنفيذ. ما هو السبب؟ عدم توفر النية والإخلاص في تحقيق الهدف. طيب هو مسكين أولا قام بكتابتها ونية مرة عنده، ولكن لم يحقق، ما راعى الشروط في وضع الهدف، كل شيء مضبوط، ما حد الأولوية يمكن يبغى يحققها كلها مرة، هذا حد معه شيء، تكاسل، لا يوجد الدافع أو المحفز لتحقيق هذه الخطة. ولذلك من أهم تحقيق الأحلام أو تحقيق الأهداف أن يكون لديك دافع. ما هو السبب من أنك تريد أن تتعلم بر الوالدين؟ هل في دافع؟ يجب أن يكون لك دافع. ما هو الهدف أو ما هو الدافع أو ما هي الأسباب التي تجعلك تستقطع جزء من راتبك؟ في شيء يجعلك تندفع، افتراضا أني وصلت في 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 المنطقة أو في الحي أن الناس لا تحترمني ولا تقدرني لأني لم أكن جيبي مليان، إذن في دافع يجعلك إيش تندفع لاستقطاع جزء من معيشتك وجزء من راتبك لكي لا تصبح على ألسن جيرانك وألسن أهل المنطقة أنك شخص غير قادر على كذا وكذا وكذا، صح ولا لا؟ إذن متى ما وجد الدافع أو المحفز لتحقيق الهدف سوف تندفع للأمام. إن لم يكن لديك دافع
أو لم تعرف لماذا أنت تعمل هذه الخطة ولماذا تريد تحقيق هذا الهدف، إذن لن تكون مندفع للإمام، بل إنك ما شاء الله يمكن الخطة تكتبها وينفذها غيرك، صح ولا لا؟ ولذلك يا شباب ركزوا معنا، إذا وضعت الهدف أوضع ما هي الأسباب والدوافع التي تجعلك تحقق هذا. أنت قلت أني أريد حفظ القرآن الكريم في خطتك العامة، صح ولا لا؟ ما هو الدافع؟ ألا تريد مثلا الجنة؟ ألا تريد أن تكون من أهل من يكون صفاتهم صفة أهل القرآن؟ في دوافع، تحددها هذه الدوافع، تمام؟ أنت تريد أن تكون تقرأ القرآن بتجويد بتلحين بحسب ما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلمت التجويد وتعلمت، ولكن هل في دافع يجعلك أن تعمل هذا؟ افتراض أن حصل لك موقف معين والناس تضحك عليك وأنت تكسر في القرآن، إذن وجد إيش ما يدفعك لتعلم هذا الشيء، تمام شباب؟ الدافع من الأشياء المهمة في هذا الجانب. أعزائي المشاهدين، نكتفي بالحديث حول حلقتنا لهذه اليوم، وننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة، ماذا استفدت من هذا الحلقة؟ أعزائي المشاهدين، في حلقة اليوم تحدثنا عن كيف يتم صياغة الأهداف، ما هي الأهداف المهمة، ما هي الأهداف الغير مهمة أو المتوسطة، ولذلك وصلنا إلى الفقرة الأخيرة حول ماذا استفدنا من حلقة هذا اليوم، وسوف يجيب على هذا السؤال الأخوة المشاركين معنا في هذه الحلقة. أخ محمد. بسم الله، استفدنا من هذه الحلقة، حلقة اليوم، أن خطة الحياة تبنى وتؤسس على الجلوس مع النفس وتحديد وفرز الأهداف لكي لا يصبح عندنا اختلال فيها، زي ما ذكرت أنه نكون نجهز الأهداف وفي الأخير نرمي بها. يجب أن تحدد بحسب على قولتك الدوافع اللي عندك، الدوافع والدوافع والأسباب اللي خلتك تسوي هذه الأهداف. هذا ما استفدته في هذا الحلقة. كويس. عبد الوهاب. طبعا تعقيبا على ما قاله محمد، حلقة هذا اليوم كانت بشكل عام تسألك هل أنت جاد في تحقيق أهدافك أم لا. كثير من الناس عنده أهداف، يعني يتطلع على أهداف لكنه لا يكتبها. نعم. وفي المقابل والأصح أن المفروض أن تكتب أهدافك وتقيمها وتعملها جدول زمني محدد. طبعا وجدت دراسات أخ عبد الوهاب أن 97% من الذين يخططون لا يتم تنفيذ خططهم. لماذا؟ لأنها غير مكتوبة. و3% هم من إيش؟ الذين يكتبون، نفذت خططهم لأنهم قاموا بإيش؟ كتابة هذه الخطة. نعم، وهذا 3% نفذت خططهم لأنه يوجد دافع. نعم. فالدافع بعد كتابة الخطط والأهداف هو الذي سيضمن لك تحقيق أهدافك. أهدافك كاملة. أخ علي. الحلقة حق اليوم ذكرتنا في قراءة كتاب كيف تنجح قبل أن تبدأ، وكانت الفقرة تقول النجاح هو تحقيق الأهداف بشكل تدريجي. نعم. وليس انطلاقا، وهذا ما عكسناه اليوم عندما تدرجنا من الهدف العام إلى الهدف الأقل منه، الهدف الأقل منه، إلى أن وصلنا الهدف الأسبوعي. ولو لاحظنا في هذه الطريقة الشخص عندما يبدأ بمباشرة الهدف حقه ويلاحظ أنه قد قطع مشوار 80%، عندما يراجع نفسه حصل 80%، هذا 80% قد يكون له دافع مشان يكمل المتبقي له من الهدف، يعني لا يصاب لا في إحباط أو كسر في العزيمة. وتعليق بسيط بالنسبة للدوافع والحوافز، قد جاء مثل في القرآن الكريم عندما جاء السحرة إلى فرعون وطلب منهم مناظرة سيدنا موسى، فطرحوا عليه هل لنا أجرا من هذا، وقال وأنكم لمن المقربون، يعني في هم طلبوا الأجر المادي، هو أعطاهم المعنوي في نفس أنهم المقربين. فيوجد حوافز معنوية، في دافع وفي حافز
يجعلك تقوم بتنفيذ هذا العمل. أخ صلاح تختم. بداية من أكثر الشيء الاستفادة من هذا اليوم أن الأسئلة هي بداية كل شيء. يعني مثلا رحت عند دكتور مهما كان علمه مهما كان إذا لم يسألك ويأخذ منك البيانات الأولية لن يستطيع أن يصرف إلى شيء أي علاج أي خطوة. فالإنسان كلما كان يسأل نفسه بأسئلة واقعية وصريحة ومتعمق يكون الناتج أكثر. أيضا الدافع في هناك أظن مصطلح في التنمية البشرية اسمها الرغبة المشتعلة أن يعني تعيش بهذا الحلم والطموح صباحا مساء تحلم أن تكون مدير تعيش اللحظة أنك مدير شركة كبيرة وتسعى إليها وتتقرب كل يوم 5 سنتيمترات من هدفك يوم يعني بعد تحس يوم. أنك في تقدم وفي نعم. أمل وفي شعور بالضبط. يعني تعيش كأنك مدير الشركة هذا كأنك الوزير في هذه الدولة تعيشها لكي تتقرب إليها وتصل لها بإذن الله في يوم من الأيام خطوة خطوة وهدف هدف إلى أن توصل بإذن الله. حياكم الله. حياكم الله شباب. حوار معاكم طبعا دائما شيق ونشكركم على مشاركتنا في هذه الحلقة والأخوة المشاهدين معنا في حلقة هذا اليوم. تحدثنا أظن كثيرا عن الأهداف وصيغتها لأهمية هذا الشيء. ولكن قد يقول السائل دكتور نحن أظن بحلقة هذا اليوم أعطيتنا تنبيه لم نكن نشعر بأن الحياة بهذا الشكل. كنا نعلم أننا نعيش في حياة هي التي تديرنا وهي التي تدير أمورنا وفق ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا. ولكن بعد حلقة هذا اليوم أظن الجميع سيراجع حساباته وسيعد الخطة وسيعد العدة والهمة لبداية حياة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.